امبارح احنا بدينا الحديث عن المورفولوجي وتعرضنا لتطبيقات الكثيرة المستخدمة من خلال عمليات المورفولوجي المختلفة، وحكينا عن الستركتشرينج إليمنت، وقلنا ستركتشرينج إليمنت عبارة عن ماتريكس ممكن يكون 1D 2D والقيم فيها 0 يا 1. الزيرو معناها النيبر اكسكلودد، الون معناها ايش النيبر ايش انكلودد في تنفيذ ايش العمليه. وقلنا كل عمليات المورفولوجي هي عباره عن بيكسل اوبريشن، بمعنى اخر يجب ان تنفذ على ايش كل بيكسل في ايش الصوره الرقميه. نبدا اليوم في البيسك مورفولوجيكال اوبريشنز. في عندنا تو بيسك اوبريشنز اللي هي عمليه الدايليشن اللي هي التمدد، وفي عندنا الايروجن اللي هي التقلص. طبعا دايليشن والايروجن جايه تقريبا من البؤبؤ العين، دايليتد معناها مفتوح البؤبؤ كثير، ايرودد معناها مسكر او مغلق جزئيا مغلق. طبعا التمدد او الدايليشن هاي العمليه بتحتاج ون ستراكشرنج اليمنت، بمعنى اخر الانبوتس لعمليه الدايليشن راح يكون الاوريجينال ايمج، بعدين الستراكشرنج اليمنت، بعدين العمليه تنفذ الاوتبوت. في عندنا بسموها دايليتد ايمج، حجمه راح يكون نفس حجم الاوريجينال ايمج بس نعمل لكل بيكسل ايش عمليه الدايليشن بناء على ايش ستراكشرنج ايش اليمنت. طبعا عمليه الدايليشن المفهوم تاعها اللي هي سيلكت ذا ماكسيمم نمبر فروم ذا نيبرز فاليو، النيبرز فاليو ماست بي انكلودد او كفرد باي ذا ستراكشرنج اليمنت. يعني مثلا أو بمعنى آخر نختار القيمة العظمى من قيم الجيران بشرط إنه هاي القيمة أو الجار يكون مغطى بالستركشرنج إليمنت. طبعا مغطى اللي بوجود واحد مناظر لإيش النيبر. يعني مثلا لو كان في عندنا أوريجينال إيمج بهذا الشكل غري إيمج، طبعا جزء من إيمج هون 100-105 إلى آخره، وبدنا ننفذ عملية دايليشن باستخدام الستركشرنج إليمنت 1 1 1. طبعا شو معنى 1 1 1؟ معناها قيمة البيكسل هذا في الإيمج راح تكون مساوية للماكسيموم من القيم الجار اللي على اليمين الجار اللي على الشمال ونفس إيش البيكسل. لو كانت 1 0 1 معناها قيمة البيكسل هذا راح تكون تساوي الماكسيموم هذا وهذا. نأخذ 1 1 1 1. طبعا هون بعمليه الدايليشن النقاط اللي خارج الحدود ما بتنحسب نهائي، فبيجي للبيكسل 100 اللي قيمته 100 بحط الواحد على 100. طبعا الواحد بتكون خارج والواحد دائم مغطيه ايش 105. شو الماكسيموم بين ال100 و105؟ بتصير القيمه ايش 105. بعدين 105 130 شو الماكسيموم 105، بعدها 30 70 30 105 القيمة 105، بعدين 70 30 70 80 القيمة ايش 80، وهكذا. مثلا القيمة 243 بده اخذ الماكسيموم 200 243 150. هاي الستركتشرنج اليمنت عبارة عن ايش مصفوفة احادية البعد عبارة عن ايش 1 روم. لو فرضا جينا اخذنا 1 كولوم ستركتشرنج اليمنت بهذا الشكل، بمعنى هون بهذا الحكي قيمة البيكسل راح تكون الماكسيموم من القيم أساس إحداثياته إكس واي اللي هي إكس واي زائد 1 إكس واي زائد ناقص 1 وإكس واي. شو القيمة إيش الماكسيموم؟ لو بدي أخذ المية هاي 50 و100 الماكسيموم إيش 100، 50 هاي راح يكون 20 50 100 القيمة إيش 100. القيمة 20 راح تكون 60 20 50 شو الماكسيموم 60.
واخذ القيمه مثلا هاي القيمه معناها 30 و20. طبعا القيمه تحت لا تحسب 30 و20، الماكسيموم ايش 30. هاي ستراكشرنج اليمنت بايش عباره عن وان كولوم، وزي ما حكينا انه يفضل انه ستراكشرنج اليمنت يكون له ماله ايش مركز او سنتر، يكون العناصر فيه ايش مفرده. هون مثال بين كيف نعمل دايليشن باستخدام ستراكشرنج اليمنت اللي هي 3x3 وكل القيم ونز. طبعا 3x3 معناها كل النيبرز داخله في الحسبه، بمعنى اخر قيمه هذا البكسل راح تكون الماكسيموم قيمه هذا قيمه هذا قيمه هذا كل الجيران الثمانيه بالاضافه الى ايش البكسل ايش نفسه. يعني لو بدي اخذ 100 هاي، طبعا النيبرز الموجودين هون 50 او 50 40 105 و100، فبتضل قيمه البكسل الماكسيموم اللي هي 105. لو اخذ 80 معناها الماكسيموم 80 70 100 105، راح تصير 105. لو اخذ مثلا ال 66 هاي معناها 20 200 243 56 25 15 20 60، القيمة الماكسيموم اللي هي 243 43، معناها بتصير قيمة هذا البكسل ايش 243. انتبه بالمورفولوجي هون في الشيء ريبيتيشن، بمعنى اخر اذا نفذت العملية عن النقاط الطرفية، هاي النقاط الطرفية فقط بدخل النيبرز اللي ضمن ايش ضمن ايش الامج اللي خارج الحدود او في الخلفية بتكون، هاي لا تدخل، لا بتنحسب صفر ولا بتتكرر. فبعملها انا اوميتينج او ديسكاردينج، وبحسب على اساس مثلا 8 او 10 هاي انا الماكسيموم بين 10 90 30 20، قيمه بدها تكون ايش 90. هون مثلا عندنا ستراكشرنج اليمنت بهذا الشكل 1 1 1 1 0 0 1 0 0، معناها قيمة البكسل راح تكون الماكسيموم من هذا النيبر هذا النيبر هذا النيبر هذا النيبر هذا النيبر. البكسل نفسه excluded، هذا excluded، هذا excluded، هذا excluded. يعني بدي أخذ 40، القيمة 40، معناها الماكسيموم راح يكون ما بين 30 105 150 20، يعني البقية ما لها إيش excluded او مش داخله في العمليه. لو فرضا مثلا جيت انا استخدمت كل structuring element 0 0 0 0 1 0 0 0 0، معناها كل النيبر ماذا excluded وفقط included هو البكسل نفسه، معناها الاوتبوت الدايليتد ايمج راح يكون مساوي للاوريجينال ايمج بدون تغيير. هاي المبدأ اللي بتشتغل عليه عملية الداليشن. طبعا عملية الداليشن ممكن أن تطبق على باينري ايمج، ممكن تطبق على جري ايمج، وممكن تطبق على كلر ايمج. الكلر ايمج لازم نعمل داليشن للريد، بعدين نعمل داليشن للجرين، بعدين نعمل داليشن للبلو، والدايليتد كلرز أرجعهم في one color image. من هاي المبدأ عمل الداليشن في تطبيقات كثيرة على الداليشن، أهمها اللي هي expanding object size اللي موجودات في الصورة. إذا في الصورة مثلا خاصة الباينري images، إذا في objects معينة العملية الداليشن تعملها إيش expanding. في بعض الحالات إذا كانت الأوبجكتس مش مترابطة أو مش كونكتد، ممكن عملية الدايليشن تعمل كونكتنج للأوبجكتس. مثلا مثال عندنا، في هذا عندنا باينري أو جزء من باينري إيمج، هذا الباينري إيمج يحتوي على 1 أوبجكت، السايز تاعه إيش 1 بكسل. لو بدنا نعمل دايليشن باستخدام ستراكشرنج إليمنت اللي هي 3 1 3 by 3 بهذا الشكل 1 1 1 1 1 1 إلى آخره، بمعنى آخر كل النيبرز داخلة بما فيهم البكسل، ونعمل داليشن. طبعا هاي عندنا كيف بننفذ العملية.
A بتساوي، أنا أخذت هاي المصفوفة على أساس كل سطر أفصله بفاصلة منقوطة مشان يطلع لي الأسطر، بعدين بننفذ عملية الدايليشن على هذا. طبعا هذا راح يكون زيرو، هذا زيرو، هذا زيرو، هذا زيرو، هذا زيرو، بعدين هذا زيرو، هذا القيمة راح تصير 1 لأنه في 1 هنا، بعدين هاي 1، بعدين هاي 1، هاي 0، بعدين هاي 0، هاي 1، هاي 1، هاي 1، هاي 0، بعدين 0 1 1 1 0، بعدين كلها ايش 0. طلع عندي الاوتبوت بهذا الشكل. طبعا الدايليشن كان الاوبجكت هون قديش حجمه 1 بكسل، هون صار السايز عندنا 9 بيكسلز، فعملت اكسباندنج لايش الاوبجكت ضمن ايش الصوره. طبعا لو كان في اضرب، لو كان في عندنا مثلا هون فرضا هنا 1، طبعا هاي راح تعمل اكسباندنج لهذا ال1 على اساس تشمل هاي ال1s مع بعضها، وهاي بيعمل اكسباندنج لهون، فصير عندي 1 اوبجكت متصل اذا استخدمت ال8 كونكتيفيتي، وبصير اذا استخدمت ال8 كونكتيفيتي نعم، وبصير حجمه بدك تعد عدد البكسل 1 2 3 4 5 الى اخره، بيطلع ايش الحجم. التطبيق الثاني، التطبيق الثاني في عمليه الداليشن، طبعا احنا في عندنا مثلا لو فرضا عندي هذا اوبجكت في جري ايمج، طبعا في مجموعه من القيم والقيم المحيطه الى او الباك جراوند كله اسود زيرو. طبعا عمليه الدايليشن هون، الدايليشن راح تعمل اكسباندنج لبعض القيم على النقاط في ايش الباك جراوند، او وضع مجموعه من القيم في الحدود. طبعا بدي اجي اخذ الحدود هذا الاوبجكت، هاي الحدود اللي هاي النقاط المجاورة هاي عبارة عن ايش حدود. لو نعمل دايليشن باستخدام الستركشرينج إليمنت مثلا، هذا الستركشرينج إليمنت اللي 1 3 by 3، طبعا شو راح يصير؟ راح يصير 100، راح يصير 105، راح يصير 105، راح يصير 105، راح تصير ايش 100، بعدين 0 راح تصير 100، هاي راح تصير 105، 105 هاي 105، هاي 105، وهكذا. هاي عندنا طلع ايش بهذا الشكل. هاي عندنا الاوريجينال اوبجكت كان، وهاي النقاط او القيم هاي نعمل expansion للobject على النقاط إيش المجاورة. لو بنطرحهم من بعضهم البعض، نطرح الoriginal من الdiluted راح يعطيني هاي القيم، بمعنى آخر القيم في external boundary هاي نسميها external boundary راح تكون قيم عالية، والقيم اللي كانت ضمن الأوبجكت راح تكون قيم إيش متدنية. أحد التطبيقات المهمة برضه لعملية الدايليشن اللي هي low intensity noise. يعني هذا مثال، مثلا في عندنا قيم 100 100 100 100 5 100 إلى آخره 100 100 100، وهي الخمسة موجودة هون. طبعا هاي النيبرز الخمسة شوية غريبة أو شاذة عن النيبرز، ممكن اعتبر ان هاي الخمسه اللي هي لو انتنسيتي نويز، ونعالج هذا النويز باستخدام الايش الدايليشن. طبعا ممكن نعمل له دايليشن بهذا الشكل. طبعا هاي الخمسه شو راح تكون قيمتها؟ تاخذ الماكسيمم منهم راح تصير قيمتها ايش 100. طبعا الدايليشن راح تمتد للنقاط الاكسترنال باوندري، ممكن اطرحهم من بعض بعدين يعطيني ايش الناتج. هاي بعد الدايليشن صارت القيمه ايش 100. هون في المثال أو بعض الأمثلة الحية على الصور، مثلاً هاي عندي صورة باينري، طبعاً هاي البلاك وهاي الوايت وهاي إيش بلاك،
لاحظين إذا البلاك محاطة بأبيض كلها، محاطة بأبيض. إذا بنعمل دايليشن، طبعا الدايليشن معناها الأبيض بزيد، بمعنى آخر البلاك هول هاي حجمها راح يقل، راح بهذا الشكل راح يطلع دايليشن. طبعا ونعمل إكسباندينج للأوبجكت، يعني هذا الأوبجكت زاد حجمه لأنه راح الأبيض برضه يأثر على النقاط المحيطة هون. طبعا بمقدار 1 بيكسل راح تكون بهذا الشكل تمتد، حجم الوايت اوبجكت هذا راح يزيد، وحجم الوايت هول او عفوا بلاك هول راح يقل لانه هاي بلاك. برضه من تطبيقات الدايليشن اللي هو البرايتنس نزيدها. طبعا هون في عندنا اوريجينال ايمج، هون عمل ايش برايتنس، زادت شده ايش الاضاءه، لانه الدايليشن احنا بناخذ القيم ايش الماكسيموم. طبعا كون اخذنا القيم الماكسيموم معناها قيم البكسل راح تتغير للاعلى، للاقل ما راح تروح. ليش؟ لانه في الماكسيموم والبكسل دائما بيكون ضمن مجموعه البكسلز اللي بختار منها ايش الماكسيموم. ف بالدايليشن بالجري ايمج او بالكلر ايمج دائما عمليه الدايليشن اما بتزيد الانتنسيتي للبكسل او بظل قيمه الانتنسيتي مالها ايش ثابته. تطبيق مهم برضه اللي هو اكتشاف الحواف او الباوندري، يعني لو كان عندي هذا اوبجكت او هاي صوره فيها مثلا تو اوبجكتس، الوايت اوبجكت هذا وايش البلاك اوبجكت هون، واعتبر هاي ارضيه او خلفيه. طبعا اذا بدي اعمل دايليشن راح يزيد هذا الاوبجكت وراح تقل هاي المسافه الهول. اطرح الاوريجينال من الدايليتد راح يعطيني ايش الحواف او اكسترنال باوندري، لانه هاي مش جزء من هذا الاوبجكت، هي الجزء اللي اخذته انا من ايش الباك جراوند. فبرضه من التطبيقات المهمه والحيويه في الدايليشن اللي هي الايدج ديتكشن او اكسترنال باوندري ديتكشن او اكستراكشن. هون في عندنا برنامج ببين لي كيف نشغل عمليه الدايليشن باستخدام الماتلاب. قرأنا الصورة image read، عندنا صورة حولنا الصورة لباينري، وبعدين structuring element 5x5، وطلعنا السايز وعملنا resizing. انهم انا بهمني اللي هي الimage dilation. طبعا الimage dilation تنفذ باستخدام، أرجع مرة ثانية فوق image dilate، هذا الفانكشن بيعمل dilation. طبعا A اللي هي الـ input image، SE اللي هو إيش structuring إيش element. هاي ما يتعلق بالنسبة لعملية إيش dilation. العملية الثانية اللي هي عملية erosion. عملية erosion هي الأخرى، basic operation بعدين pixel operation، معنى each pixel must be treated by erosion. النقطة الثانية انه erosion تنفذ على image باستخدام structuring element، والناتج بيكون عبارة عن eroded image، السايز تاعه نفس السايز للoriginal image. بالدايليشن احنا قلنا select the maximum، بالإيروجن نفس المبدأ بس نعمل selection للمينيموم، بمعنى آخر for each pixel select the minimum value from the neighbor's values which are covered by the structuring element. يعني هون مثال، طبعا الفانكشن في الماتلاب اللي هو image erode، طبعا بدي يكون عندك الايمج A وستراكشرنج إليمنت ايش اللي انت معرفه. مثلا كان عندي ستراكشرنج إليمنت 1 1 1 معناها الداليشن،
تعمل سلكشن للمينيموم، قيمة هذا البيكسل راح تكون مساوية المينيموم من هاي القيم، هذا المجاور وهذا المجاور ونفس البيكسل. يعني لو جينا للمية، المية فيش عندنا بالنقاط الخارجة بعمل أمي تنقلها، بصير المينيموم ما بين 100-105، المينيموم إيش 100. على 105 هاي في عندي 100-135، معنى المينيموم إيش 30. على القيمة 30-70-105، القيمة 30-70-80، المينيموم 30. 70 بصير هاي 70، 80 بصير 70-80، الباقي القيمة هاي مش محسوبة في القيمة إيش 70. مثلاً 243 المينيموم 40-266-56-30-150-130-243 مينيموم إيش 30. برضه إذا كان structuring element عمودي بهذا الشكل، أنا المينيموم بدها تكون العنصر اللي فوق واللي تحت ونفس العنصر، إذا كان structuring element عبارة عن عمود واحد واحد واحد. مثلاً 100 المينيموم 50، الخمسين المينيموم 20، العشرين نفسها، الستين 20-20-60 مينيموم إيش هاي، العشرين الأخيرة هاي 60-20 الأخيرة مش محسوبة القيمة إيش 20. 243-30-243-56 المينيموم إيش 30. نفس الشيء إذا كان عند structuring element عبارة عن matrix 3x3 وكل القيم ones، ساعتها بدي قيمة البكسل اللي هي المينيموم من النيبرز الثمانية زائد نفس إيش البكسل. لو كانت هاي القيمة زيرو مثلا، معناها المينيموم من القيم إيش النيبر الثمانية. المية هلا المينيموم 50-40-105-100 المينيموم 40. القيمة 105 مثلا 80-70-100-150-170-105 أبوخذ المينيموم. 243 نفس الشيء، المينيموم ما بين إيش 8 بيطلع لنا بهذا إيش الشكل. يعني هون نفس الشيء، طبعا هون الستركتشرنج إليمنت عبارة عن 1-1-1 1-0-0 1-0-0، معناها قيمة البكسل راح تكون المينيموم من هاي العناصر، هذول العناصر الثلاث والعنصرين اللي بيظلوا هذول هون، هذول هذا excluded. إذا أخذت الأربعين مثلا مينيموم راح يكون ما بين 30-105-150-20 المينيموم شو بكون 20. هاي بالنسبة للعملية. من التطبيقات المهمة على الإيروجين، طبعا إضافة في شغلة مهمة، لأنه إحنا كنا الدايليشن والإيروجين هي عبارة عن basic operations، باقي عمليات المورفولوجي كلها بتستخدم إما الدايليشن أو الإيروجين أو الثنتين مع بعض. هاي الايروجين والداريشن داخله في الاوبننج كلوزنج توب هات باتوم هات وهيت اند مس اوبريشن اللي راح نستعرضهم بعدين. من التطبيقات المهمه اللي هي عمل ديكريز للاوبجكت سايز، بمعنى اخر اذا كان في عندي الصوره خاصه باينري ايمج فيها اوبجكتس، فهي بعض الأوبجكتس راح يقل حجمها وبعضها راح يطير أصلاً. يعني مثلاً لو أخذت هذا الباينري إيمج بالإنفور كونكتيفيتي، هذا الباينري إيمج في 3 أوبجكتس، الأوبجكت الأول هذا، هذا الأوبجكت رقم 2، هذا الأوبجكت رقم 3. الأوبجكت الأول السايز تاعه 9 بيكسل، هذا 1 بيكسل، هذا 1 إيش بيكسل. طبعا ال دامل دايليشن مثلا او عفوا ايروجين بهذا الشكل، شو راح يصير؟ طبعا خلينا ننفذها على اساس بهذا الشكل، بهذا الشكل او بهذا الشكل. طبعا لو اخذتها بهذا الشكل، عمليه التقليص الاوبجكت سايز راح تكون بشكل عمودي،
هون راح تكون بشكل أفقي، هون أفقي وعمودي. خنيجي نأخذ هذا الشكل، طبعا دعم الإيروجين، هاي كلها راح تظل زيروز، هاي زيرو زيرو، هاي راح تكون زيرو، هاي بتظل واحد، هاي بتصير زيرو، بعدها هاي بتصير زيرو، هاي واحد زيرو، بعدين هاي زيرو واحد زيرو. بمعنى آخر الأوبجكت، هذا الأوبجكت صفى من 3 باي 3 صار عبارة عن عمود، هاي صارت زيروز وهاي زيروز، السايز تاعه نقص من 9 بيكسل ل 3. هذا البيكسل راح يطير لأنه هاي مينيموم زيرو بتصير زيرو، وهاي زيرو وهاي زيرو وهاي زيرو إلى آخره. هذا إذا أخذت هذا ستركشن جريمنت، إذا أخذت بهذا الشكل هاي كلها زيروز، هاي كلها زيروز، هاي راح تكون زيرو وهاي راح تكون زيرو، هاي واحد، هاي زيرو البقية، هاي زيرو زيرو واحد بقية زيرو، هاي زيرو زيرو واحد بقية إيش زيرو. فصار الأوبجكت بهذا الشكل، برضه الحجم تاعه ون شو اسمه 3 بيكسلز، وصارت ال 3 بيكسلز هوريزنتالي. أنا استخدمت structuring element ماله vertically. لو جينا عملنا ال structuring element بهذا الشكل اللي هي 3 by 3 ones كلهم، معناها عملية تقليص الأوبجكت راح تكون vertically وhorizontally. بمعنى آخر هذا الأوبجكت راح يصفي إيش، عبارة عن 1 بيكسل، وهي بتروح وهي بتروح. نعملها طبعا هاي بالماتلاب معمولة هون، وباستخدام SE1 SE2 SE3 شو اللي بصير؟ A1 image erod، A2 image erod، A3 image erod. هاي الاوتبوت للحالة الأولى، الاوتبوت للحالة الثانية، الاوتبوت للحالة الثالثة لما استخدمنا ايش 3 by 3 structuring element وكل القيم مالها ايش ones. طبعا كان عدد الاوبجكت سنان بالاصل ثلاث، كل واحد معروف السايز تاعه. بعد العملية هاي صار عدد الأوبجكتس 1 والسايز تاعه إيش 1. طبعا هاي الميزة إذا كان في عندنا أكثر من أوبجكتس وبعض الأوبجكتس كونكتد، معناها ممكن عملية الإيروجين تقضي على عملية الكونكشن، ويصيروا الأوبجكتس ما لا يزيد عددهم، يصيروا unconnected. كونهم صاروا unconnected، مثلا إذا كان عندي object مقسم إلى two objects unconnected، معناها في صار عندنا two ايش objects. ال dilation أو عفواً ال erosion ممكن أستخدمها أنا لاكتشاف الحواف الداخلية اللي هي ال internal boundary. ال internal boundary اللي هي راح تكون جزء من ال object واقع على النقاط الطرفية. يعني لو هذا عندي في باينر ايمج اللي معلم بالأخضر، اللي معلم بالأخضر، هذا كله عبارة عن internal boundary. لو نيجي نعمل erosion راح يصفي هذا، لأنه هاي راح تصير زيرو وهاي زيرو، لأنه جنبها زيرو 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 زيرو، فبصفي عندي في نهاية المطاف بالأحمر هون، أطرح الـ eroded image من الـ original image، راح يعطيني إيش هاي الـ ones كلها، هاي الـ ones وهاي إيش zero zero، على أساس مجموعة الـ ones أعطتني إيش اللي هي الـ internal boundary. وزي ما حكينا الـ internal boundary هي set of pixels. شو مواصفات هذه البيكسلز؟ راح تكون not connected with ايش ال other object pixels، او هي جزء او بشكل extreme في هذا الاوبجكت. طبعا extreme سواء كان local maximum او local minimum، لانه في نهاية المطاف extreme احنا بنشتغل على الجريدينت، والجريدينت بيطلع لي قيمة دائما موجبة سواء كانت المشتقة الثانية سالبة أو إيش موجبة. هون كيف إحنا بننفذ التعليمات؟ هذا الناتج، شو اللي طلع عندي؟ أي الناتج
اللي هي بيطلع عندي الانترنال باوندري. عكس الدايليشن مثلا لو كان عندنا بهذا الشكل اللي هي في عندنا مثلا اوبجكتس بيضه، اذا استخدمت الايروجن حجم الاوبجكتس هاي راح يقل وحجم السواد بزيد، لانه احنا السواد على اساس المينيموم. فلو اخذنا هذا الايمج ننسى الباك جراوند اللي هون، في عندنا تو اوبجكتس هون، الاوبجكت الابيض هذا والبلاك هول هاي. اذا بدي اعمل ايروجن بستراكشرنج اليمنت مهما كان الستراكشرنج اليمنت، طبعا الابيض راح يقل حجمه والاسود راح ايش يزيد. بهذا الشكل بنعمل شرينكينج للوايت اوبجكت واكسباندينج للبلاك ايش اوبجكت، لانه الايروجن هي تقريبا القيم تؤول للمينيموم. اذا كانت المينيموم كانت بلاك معناها كل القيم راح تاخذ ايش اللون الاسود. بالنسبه للبرايتنس اذا بطبق الايروجن البرايتنس راح تقل، بمعنى اخر الصوره راح تصير مور دارك، لانه القيم راح اما تثبت او بتقل، مش ممكن تزيد في عمليه الايروجن. طبعا تعتمد على قيمه البكسل وقيم النيبرز. اذا كانت قيمه البكسل هي المينيموم معناها بتظل البكسل ثابت، اذا كانت احد النيبر قيمته اقل معناها قيمه البكسل راح تاخذ ايش المينيموم from the neighbors values. زي ما حكينا احنا هون الاوبجكت حجمها بقل، معناها ممكن تعمل disconnect للاوبجكتس. يعني لو كان عندي في original image بهذا الشكل مثلا، يعني عباره عن ممكن يكون هاي كرة دم فرضا، افصلها عن بعض البعض. اول شيء بعمل نيجاتيف على الابيض وعمليه ايروجن. عمليه الايروجن راح تقلل الابيض الحجم، وهاي الخطوط اللي بينهم راح تروح لان في حواليها مينيموم اسود، فراح تروح بس حجم الدوائر راح ايش يقل. بهذا الشكل كيف ارجع على حجمها الاصلي؟ ممكن لهي الصوره اعمل دايليشن، اعمل دايليشن وايش اعمل اكسباندنج لهي الحجوم على اساس ترجع كما كانت هون، بس بدون ايش الخطوط ايش هاي. هاي المين اوبريشنز اللي هي عمليه الدايليشن وعمليه ايش الايروجن. طبعا زي ما حكيت بالنسبه للبيسك اوبريشنز هاي مستخدمه في العمليات الاخرى اللي هي بسموها ديريفيتيف او ديرايفد عفوا ديرايفد مورفولوجيكال اوبريشنز. منها الديرايفد في عندنا اوبننج كلوزنج، وفي عندنا راح نستعرض اللي هي التوب هات اللي هي القبعه العليا، وفي عندنا الباتوم هات القبعه السفلى، وفي عندنا ايش الهيت اند مس اوبريشن. ونبدا في الاوبننج والكلوزنج. الاوبننج والكلوزنج هي عمليات مشتقه ناخذ الاوبننج اول شيء. هاي العمليه الاوبننج هي مشتقه من الايروجن والدايليشن. طبعا تطبيقات هي كثير مهمه للاوبننج راح نستعرضها، بس كيف تتنفذ عمليه الاوبننج؟ تنفذ باستخدام ستراكشرنج اليمنت واحد. اول شيء بنعمل ايروجن للصوره، بعدين الايرودد بعملها ايش دايليشن. هاي عملية إيش الأوبنينج بنفس structuring element، معناها تنفذ على مرحلتين. لو ما كان في أوبنينج معناها أول خطوة بعمل إيروجن بعدين بعمل إيش dilation using the same structuring element. الكلوزنج عملية عكسية، أول إشي بعمل dilation بعدين dilated بعملها إيروجن.
حتى ما تخربط بين العمليتين closing dilation plus ايش erosion dilation عندنا حرف السي هون شو بعد حرف السي بيجي حرف الدي معناها dilation plus ايش erosion أساس ما تخربطش بينهم ها الopening هي عبارة عن erosion plus ايش dilation using ايش the same structuring element طبعا الموضوع الجاي ان شاء الله احنا راح نحكي عن التطبيقات الخاصه في عمليه الاوبننج والكلوزنج زي ما حكيت انا لو ما كانت الشاي موجوده العمليات فموجود فقط عند الدايليشن والروجن بدي اعمل اوبننج بختار بحدد الاوريجينال ايمج وبحدد ستراكشرنج اليمنت بعدين بعمل بالنسبة للأوبنينج بعمل إيروجن بعدين إيرودد إيميج بأخذها مع نفس ستراكشرينج إليمنت بعمل إيش دايليشن الكلوزينج نفس الشيء بنحدد الأوريجينال إيميج نحدد ستراكشرينج إليمنت اللي بدي استخدمه وبعدها نعمل دايليشن بعدين ناتج الدايليشن بعمل له ايروجن باستخدام نفس ستراكشرنج اليمنت طبعا هون احنا في تطبيقات احنا راح نستعرضها ان شاء الله بكره ولغايه الان بكفي نرجع لموضوعنا ونعمل ستوب ريكوردينج ستوب